وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كما ميز الله أمة الإسلام بحفظ كتابها من التحريف، فإنه أكرمها بحفظ حديث نبيها صلى الله عليه وسلم عبر جوامع كتب الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، رب مبلغ أوعى من سامع. وأشهر ما ألف في حفظ حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الصحيح الذي جمعه الإمام البخاري والذي اشتهر بالجامع الصحيح. ولأن علوم الإسلام تؤخذ بالتلقي والسند المتصل، فإننا نقدم لكم الإسناد، حيث يطل عليكم نخبة من محدثي العالم الإسلامي ليقتسموا بركة قراءة الأحاديث النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري. تابعونا في حلقات الإسناد مع فضيلة الشيخ أحمد باعمر، يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.